البيشن اللي بيشرب خمرة لمدة طويلة أو خمرج بمعنى صح، والضيف اللي ما نفسوش اللي عنده فلاشين، وده قلناها المرة اللي فاتت، هو عنده كوتينيوس بلس دايلاتيشن فبيديله فولس سنسيشن اوف وورم، هو مظهر كده خاصة في الفيس، بس هو اكشولي هايبو تيرم. ده لما يحصل في الفيس، دي أول حاجة. يبقى في الفيس في فلاشين وفي الفيس في كونجكتيفايتس، ده حاجة كده باي ذا وي. طب الجي اي بي، الناس اللي بتشرب خمرة كتير اشهر حاجة الجي اي بي والليبر، الجي اي بي والليبر لا عنده نصف ابيتايت، لا عنده حاجة شهيرة جدا اسمها اتروفيك جاسترايتس او جاسترايتس، ويحصل له حاجة اسمها الكحوليك استياتوزيس، ده سؤال شفوي اللي هو فاتي ليبر، بيحصل له فاتي ليبر، ومع الوقت بيحصل له سيروزيس، مع الوقت بيحصل له سيروزيس، ده كله بسبب دايركت توكسيك افكت بتاع الكحول، وبسبب الابزوربشن، وبسبب المالنيوتريشن اللي هو عنده بسبب الكحوليزم. وان الخمرجي ده بينام ولزازه في حضنه، ما فيش نيوتريشن بياخدها خالص، ولا بيهتم باكل ولا يهتم بشرب، هو بس عايز الازازه في حضنه، يصحى الصبح يشرب يطلع جري على تعرف كده الناس الكحوليزم، هو اول ما يصبح الصبح يشرب خمر، اول ما الصبح كده على الريق كده زي بيقول يشرب خمر. يبقى عندي اتروفيك جاسترايتس، وعندي لوس اوف ابيتايت، وعندي مال نيوتريشن، وعندي فاتي ليفر هيقلب بسيروزيس. نيرف سيستم في حاجات كتيره جدا، اولها بولينيوروباثي اللي هو مكتوب عندك بريفرال نيورايتس، ده سنسوري بريفرال نيورايتس ومع اوبتيك نيورايتس، سنسوري ولا موتور الاثنين. لما كنا بنتكلم في الارزينيك فاكرين قلنا الارزينيك بيعمل ميكسد، الكحول بيعمل ميكسد، والباشا الليد بيعمل بيور موتور، فيري جود بيور موتور، ده بولي نيوروباثي بريفرال نيوروباثي، وبيعمل تريمور في الهام، تريمورز في الهام، وبيعمل حاجه كاركترستيك جدا بيسموها الكحوليك ديمنشيا، زود كلمه الكحوليك، الكحوليك ديمنشيا، الكحوليك ديمنشيا، عاده الكحول من كتر شرب الكحول يحصل له امنيزيا، الميموري بتاعته بتقل، الكونسنتريشن بتاعه بيقل، تمام، المينتال فوكاليتيز، كلمه فوكاليتيز يعني القوه العقليه بتاعته بتقل، بيسموها الكحوليك ديمنشيا. عندي تريمورز، عندي بريفرال نيورايتس، وعندي الكحوليك ديمنشيا. حضر والله انا قلت لي اجيب الريموت اجيب التكييف. وعندي حاجه شهيره جدا اسمها صوت بقى في الشهر، فيرنيكس كورساكوف سندروم او كورساكوف سايكوزيس. الفيرنيكس ده خلاص قلناها المره اللي فاتت، قلنا سببها ايه؟ ديفيشنسي بتاع فيتامين بي 1 صح؟ بي 1 اللي هو الثيامين. بيقول لك حوالي 80% الناس اللي بتحصل فيرنيكس بيخش في كورساكوف سايكوزيس. بيقول لك هو مش اكشولي سايكوزيس، كلمه سايكوزيس باللغه العربيه يعني ذهان، ذهان يعني راجل مجنون، كورساكوف سايكوزيس يعني جنون، هو الراجل فعلا مش حكايه سايكوزيس يعني، الفكره كلها اللي هو ما عندوش ميموري، يحصل له امنيزيا،
طب الجابز بتاعت الامنيزيا بتتملي خيالات filled with imagination filled with imagination وغالبا بتبقى سيكشوال. هي حاله واحده بس انا شفتها القفلس الراجل لذيذ جدا كان عنده بازار في الاقصر وعمال يحكي لنا بقى راجل كان عنده حوالي 55 60 سنه وجاي يحكي لنا الكلام ده من 7 سنين 8 سنين في المصحه في القاهره يقول لنا ايه وانا بقى متجوز واحده مش عارف من كرواتيا ولما بتيجي بقى ومش عارف ايه وبنعمل سيكشوال انتركورس مش عارف قد ايه وكمان زميلتها بتعزني قوي بتحبها حبني وانا نفسي كمان كنت ممكن يعني ايه على صاحب الثانيه وهي موافقه والاثنين مع بعض وعاش حياته بقى عمال ايه ينفع علينا ده اللي هو الكونسيبت سايكوز ماشي. الميموري بتاعتي فيها ديفيت والديفيت مليان ايماجينيشن. سؤال شفه وشهير جدا 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 ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين الاثنين فيهم منتال ديستربنس من غير ما نخش في تفاصيل قلنا بين البيرنكس ريفيرسابل اما الكورساكوف الريفيرسابل. مثال شفوي اما ليك شاطر كده وبتجاوب معاه قول لي يا حبيبي من ضمن الحاجات اللي بيعملها الالكحول ايه؟ حاجه اسمها بيرنكس كورساكوف. قول لي فرق بينهم قول لي فرق بينهم قول لي يا بيل بيرنكس ريفيرسابل اما الكورساكوف الريفيرسابل ماشي. ايه تاني اللي بيحصل؟ بقول لك الحاجات الجنرال مانيفستيشن بقى الباور بتاعتك بتقل الويت بتاعك بيقل حتى مهمه جدا جدا بيعملها يلا شباب باسمها برضو اسمه الكحوليك ديليوشنز. ديليوشنز يعني ها ديليوشنز يعني ضلالات ضلالات باللغه العربيه اللي هي بيسموها فولس فيكسد بليفز. فولس فيكسد بليفز لها اسم تاني عشان ما انساهاش مكتوبه يا باشا هقول لك حاجه جيلس هازبند سندروم تاني واحده في الجنرال يا عم تاني واحده في الجنرال اكتب جنبها جيلس هازبند سندروم بيزود السكشوال ديزاير ويقلل الباور ده بيسموها الكحوليك ديليوشن عشان الشفوي او جيلس هازبند سندروم متلازمه الزوج الغيور. الباشا بيشرب خمره مزنهر وسخنان والسكشوال ديزاير بتاعته عالي قوي بس واقع جنب زياده السكشوال ديزاير وقله الباور. كاتب لك زياده السكشوال ديزاير والباور بتقل صح اكتب جنبها الكحوليك ديليوشن بتساوي الكحوليك ديليوشن او جيلس هازبند سندروم. جيلس يعني غيور. اتفقنا يا هاني؟ تكلمي السواق ليه؟ اتاخرت ليه؟ انت في الشغل بتعملي ايه؟ هو نفسه بس مش عارف. ده اللي هي جيلس غيور غيور نفسه بس مش عارف لان كل الدراج اوف ابيوز بيتوقع. ايه يا جماعه في ايه؟ ايه؟ فدكاتره مش عارف انا اقول لك كل الدراج اوف ابيوز تعمل انيشال ستيميليشن بعد كده فولود باي ديبريشن. كل الدراج اوف ابيوز بتعمل امبوتنس على اللونج ران. مش عايزين صوت يا جماعه احنا بنقول ايه؟ قول يا رب قول ايه؟ هي مش سايكوز ماشي؟ واحدة بيردكس ريفيرس ابل ما قلناها في الاكيوت وده بتاعت الريفيرس في بعض الحالات البيرنكس ممكن يخش في كورساكوف. وقلنا فرق بين واحد ريفيرس ابل والتاني ريفيرس تاني الاول واحد بيشرب خمر الفيس بتاعه الفيس بتاعه فلاج فيه كونجكتيفايتس ماشي. الجي تي بتاعه الجي تي بتاعه اتروفيك جاسترايتس اهم حاجه وفاتي ليفر وبعدين سيروزس. اتروفيك جاسترايتس فاتي ليفر وبعد كده سيروزس وبرده في نصف ابيتايت ده كله بسبب مالنيوتريشن وافيتامينوز. نيرفس سيستم عندك بريفرال نيوروباثي او بولي نيوروباثي احسن انه بياخد كذا نيرف. بولي نيوروباثي عنده تريمور في الهام عنده الكحوليك ديمنشيا عتا عنده الكورساكوف سايكوز ده في النيرفس سيستم. وقلنا هو مش سايكوزس بمسمى السايكوزس هو عباره بس ان الباشا بيحصل له امنيزيا. امنيزيا نوعين كمان انترو جريد وريترو جريد والجاب بتاعتك بتتملي ايماجينيشن والجاب بتاعته بتتملي ايماجينيشن. قلنا سؤال شفوي ايه الفرق بين الكورساكوف والبيرنكس؟ قلنا بين البيرنكس ريفيرسابل باي فيتامين بي 1 بعالجها بفيتامين بي 1 اما الكورساكوف بيبقى ايرفيرسابل.
اجي على الجنرال فيتشر بتاعتي لا عنده لوس اوف باور ما عندوش صحه لوس اوف ويت ماشي مال نيوتريشن وفيتامينوزس واهم حاجه اللي هي متلازمه الزوج الغيور او الالكوهوليك ديليوشن ذاتس تو سي ان السيكشوال ديزاير بتاعته عاليه قوي بس يجي الباور بتاعته واقع خالص ده بسبب الدراج اوف ابيوز او بسبب الادكشن بتاع الالكوهول تمام ممكن الراجل لو بطل الكحول يخش في اوس يجيلك كده جيبن اكونت اون اوس اي دبليو اس اللي هي الكحول والدرور سندروم الكحول والدرور سندروم يجيلك في الريتنج كده نيجي بالاختصارات اوس اي دبليو اس او في الشفوي تعرف ايه عن اوس اوس الخزرج ولا ايه يقول لك اوس كده تعرف في الشفوي كله قاعد اه والله كله قاعد يقول لك يعني ايه اوس اوس لا عندنا في الماجستير يعني اقول لك اوس ايه اوس يعني ده اكحل لا انا بقولها ليه انا بقولها ليه لا في حاجات كده لازم تتعرف لازم تنمعها اكحل وزرور صندروم يلا يا جماعه انتم عايزين المعرفة بيقول لك ده بيحصل بعد لو انت سيادتك بعد سيادتك لو ديتك فترة تستخدمش ما بتشربش خمرة بقالك فترة طويلة بتشرب وبعدين وقفت ديوريشن كبيره بتشرب بعدين وقف بيبدا امتى ولا بتبدا 18 ل 12 ساعه بعد ما سبتك توقف وبتوصل البيك من 48 ساعه ل 72 ساعه الارقام مهمه طبعا بيبدا من 8 ساعات ل 12 ويوصل بيك في اليوم الثاني او الثالث فيها ايه بقى المانيفستيشن كالعاده فيها اوتونوموس هايبر اكتيفيتي يعني البيشنت عنده تاكيكارديا عنده انسومنيا مش عارف ينام عنده اجيتيشن عنده حاجه جميله جدا مش مكتوبه برده في الكتاب بس عشان تعرفها اسمها ديبسومانيا 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 اسالك في الشفا برده ديبسومانيا يعني ايه ديبسومانيا يا حبيبي قول لي ده الراجل نيكارير كريفنج فور الكحول متشاوز متشاوز يعني هيموت ويشرب خمر هيموت ويشرب هو بقى له يومين بطل هيموت ويشرب بيسموها كريفنج كلمة كريفنج يعني التوقعي يتوكو إلى عرف أحنه إلى خبز أمي بتاعت مارسيل ماشي ده يتوكو إلى كريفنج فور الكحول يتوكو نفسه يشرب خمرة ده عشان بطل بقى له يومين هيموت ويشرب عرف لما تموت نفسك تعمل حاجة كده تموت نفسك تروح مثلا هي دي نفس الكلام كريفنج فور الكحول بيسموها ديبسومانيا يبقى اجيتيشن تاكيكارديا انسومنيا ديبسومانيا ممكن يخش في كونفالجن شهيره جدا في اي وقت ممكن يخش في كونفالجن يعني بعد الوزدرون بنص يوم لغايه يومين ونص ممكن يخش في كونفالجن في اخطر حاجه ممكن تحصل بقى اللي هي دي تيز ما تنساهاش برضه اختصار ديليريوم تريمنس ده الموست سيفير وزدرون مانيفستيشن يقولك لوحدها كده جيبن اكونت اون دي تيز ديليريوم تريمنس ديليريوم تريمنس ده الموست سيفير والبرول مانيفستيشن بتاعت الالكول الغريب في ايه بقى اللي هي بتحصل بعد 3 ل 5 ايام يا عم الحاج ما الوزدرو ولا اهو يقول لك لا لو البيشن ده دخل في كونفالجن يعرف لو ممكن يخش في وزدرو مانيفستيشن مور سيفير رغم ان هو بس لسه واصل للبيك لا ده انت مكمل كمان شويه وزدرو مانيفستيشن اعنف من اللي فات طب دي فيها ايه؟ يقول لك رقم واحد فيها فيجوال هاليوسينيشن، طبعا في انسان. فيجوال هاليوسينيشن يقول لك الراجل دي سي ديفل اند سنيكس، شايف شياطين وتعابين. الرومودات بقى يا باشا شايف الدنيا نور. ماشي؟ سينج ديفلز اند سنيكس، ده اللي هي فيجوال هاليوسينيشن. الراجل عنده كونفيوجن، عنده اجيتيشن، ممكن يحصل له كونفالجن، تمام؟ ممكن يلاقي عنده اوتونوميك هايبر اكتيفيتي يعني سمساتيف اوفر درايف يدخله في كارديو باسكر كولابس ده اللي هي ديليريوم تريمنس موست سيفير والدرول مانيفستيشن شكرا جزيلا يعني الحشيش بيعمل هاليسينيشن نوعها ايه؟ حشيش بيعمل هاليسينيشن نوعها ايه؟ انا مش عايز اقول كلمه مش حلوه طفايه اللي يعمل حشيش بيعمل ايه؟ كوكين هو اللي بيعمل تاكتايل كوكانيزم بيعمل تاكتايل هاليسينيشن حشيش بيعمل مش سامع حشيش بيعمل كيتو دلوقتي فيجوال فيجوال
مش ليه اوبجكت فار اوبجكت ابير نير وليه الاوبجكت الكلام ده تمام، بيعمل فيجوال هاليسينيشن. ويعمل ايه تاني؟ بيعمل ايه تاني؟ ايوه مش قلنا يوم الحنه، يوم الحنه حنه العروسه حشيش للعريس بيعمل سيكشواليزيشن. قلنا البوفيه يبقى وحش يبان حلو، العروسه تبقى بومه تبان عروسه ومش عارف ايه والكلام ده، بيعمل سيكشوال هاليسينيشن وفيجوال هاليسينيشن. وفي الهيرنج بيعمل، مش قلنا الميوزيشن بيشربوا حشيش عشان ابريشيشن بتاع الميوزك، انت عيبكوا بيضا يعني، بيعمل فيجوال بيعمل اوديتوري وبيعمل سيكشوال هاليسينيشن. الباشا ده في الوذرول بيعمل فيجوال هاليسينيشن، ده اللي هي الديليريوم تريمنس. ديليريوم تريمنس ماشي. هعالج ازاي الالكوهوليك ده؟ الالكوهوليك ديبندنس ده هعالجه ازاي؟ ركز معايا عشان في تكتين كده. اول حاجه طبعا ما ينفعش تعالجه في مستشفى اللي هو هوسبيتاليزيشن. كنا خدنا حاجات ممكن تتعالج من غير هوسبيتاليزيشن، ايه هي اللي ينفع يتعالج في البيت؟ حشيش تمام، والال اس دي. الال اس دي والحشيش مش محتاج هوسبيتاليزيشن، ممكن تعالجه في البيت. اما مورفين بنفكر اهو، اوبييت، كوكين، الكحوليز، باربيتريت لما ناخده بعد كده، بنزدازبين محتاجين ادمشن. يبقى اول حاجه هوسبيتاليزيشن ماشي. ثاني حاجه نيوتريشن بقى، ترانكلايزر للراجل ده، سيرتيف للراجل ده، ريأشورنس للراجل ده، جود نيوتريشن، اديله فيتامين بي 1 وبي 6 وفوليك اسيد ومالتي فيتامين. والباشا بعد ما جسمه ينضف بتديله انتيدوت، ما تنساوش اسمه دايسل فرام. لا يجي لك سؤال واحد، دايسل فرام او انتابيوتس. تاني اعالج الالكوحوليزم ازاي؟ ادخله مصحة او ادخله مستشفى، ابدا اديله حاجات سيداتيف سبورت تريتمنت عشان الوذرول مانيفستيشن اللي بعد، اديله مالتي فيتامين ونيوتريشن كويس واكل كويس. بعد كده هديله دايسل فرام او انتابيوتس، ده بيسموه انتي دوت ماشي زي ما الكتاب بيقول، دايسل فرام او انتابيو. ده وظيفته ايه؟ وظيفته المريض زي ما هو عرفنا كده وعرف اهله، هنطلع تيت اهله. هنطلع تيت اهله ازاي؟ فاكرين الميتابوليزم بتاعنا؟ ليفانول امبارح بالالكحول دهيدروجينيز يعمل لي اسيتالدهايد، والاسيتالدهايد بالالدهايد دهيدروجينيز اسيتيك اسيد او اسيتين، وبعدين اسيتايل كو اي وبعدين سي كو ماي. ماشي الحل؟ دايسل فرام او الانتابيوز ده هدفه اللي هو يوقف الميتابوليزم بتاع الكحول عند الحته دي الاسيتالدهايد. يبقى انا هدي الراجل ده الانتابيوز او دايسل فرام بهدف ان انا اوقف الاوكسيديشن بتاع الاسيتالدهايد لاسيتيك اسيد وسي 2 وميه. طب هدفي في ايه؟ هدف ان انا عايز يشرب خمر، يعني بعد ما يطلع انا شاكك اللي هو هيشرب خمر تمام. اشرب يا عم الحاج، يشرب الخمره هو واخد دايسل فرام او انتابيوز، يزيد في جسمه اول اسيتالدهايد، مش هيحصل له ميتابوليزم، يحصل له سيفير بات هارمليس مانيفستيشن. يحصل له مانيفستيشن كده انا بحطه بيسموها في ايه؟ حاله طبيه كاذبه، يعني بديله مرض كده حاله مرضيه كاذبه كده ماشي، ياخد الاسيتالدهايد او ياخد ايثانول، يتكون الاسيتالدهايد فيعمل يرجع نوزيا فوميتنج بالبيتيشن وتاكي كارديا ماشي، ممكن يحصل له هايبوتنشن ديزنس. ضحكت عليه يعني، بس انت خليك ذكي بقى. قبلها تقول له ايه؟ تعمل له حاجه اسمها انسبشن. انسبشن في السيكاتري يعني الغرس، تغرس له حاجه، بص انا وضحت لك جسمك للكحول، بس سيادتك لو رجعت للكحول تاني هيحصل لك فيه مشكله، كل وظائف الكبد بتاعتك، كل وظائف الكلى، وظائف الدماغ، لا 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 لا. ماشي، بتقول ان انت هتتعب قوي لو شربت خمر. عينيا يا دكتور، يطلع من باب المصحه يروح يشتري بقى من اي ايه؟ اي حاجه يا عم، الدكاتره كلها بتقول كده، ولازم يحلل القرشين اللي خدهم، وهو السيستم كله كده يروح شاري. اشرب معانا، يشرب من هنا، يحصل له دايسل فام رايت رياكشن، هيظن ظنا خاطئا احنا اللي عملناه له، هو خلاص كان نوت تولريت درينكينج اني مور، مش قادر اشرب، ده فعلا الدكتور ده شكله بيفهم، فغصب عنه يقف. عشان كده في حته مهمه جدا 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 في الدايسل فام، لازم يكون عارف ولا مش عارف؟ مش عارف. لازم سيادتك ما تقولوش ان انت مديله دايسل فرام. طب اعمل ايه؟ خلي مراته تحط له في الشوربه، مش متجوز، خلي امه تحط له في العدس في الاكل ماشي. انت افرض بقى سنجل، عايز سنجل اعمل ايه؟ عايز سنجل اعمل ايه؟
قسمته بالعقل كده. ها ايوه عايز لسه بتاع ميه 100 سي اي يعني سي سي اي يعني احنا شغالين بقى سي اي ايه مخابرات ايه نحطها له في الميه ايه ده حاجات زي الفل. يا جماعه ايه يا جماعه مش بتكلم فارما تاني المفروض دايسر فريم ما يكونش عارف كل الناس اللي بتضرب مخدرات اسد في الادويه يعني ممكن يقول لك الدراج ده بيعمل ايه واي دواء تديه له روح فاتح روشتا وقالي شوف يعمل ايه الكلام ده فانت لو كتبت له دايسر فريم هو عايش لوحده ده شغل السوق بقى كتبت له دايسر فريم هو عايش لوحده هيقرا اللي بتاع ويعرف ان الرياكشن لو شرب هيحصل كيت فيرمي لك الدواء في الزباله صح. طب اوفر رايد الموضوع ده اتجاوزه ازاي حد يفكر كده هو مش هيجي لي ازاي حد يفكر ماشي ما ده من ضمن العلاج الاول ما بيجيش على ما بيضحش كده خلاص يا جماعه حسنتوا الاي كيو بتاعكم زيرو بسم الله ما شاء الله انا مش عايز اديله دايسل فريم صح اديله حاجه بتعمل الله يفتح عليك دايسل فريم رايت رياكشن صح اشهر حاجه بتعمل دايسل فريم رايت رياكشن فلاجير فلاجير بس انت ده يعني بيقول لك اي واحد ياكل اكل من بره هيحل فلاجير ده معروفه يعني فلاجير ده بتاع لسان بتاع الدايرين تقول له بص احنا برضه نفس الكلام انسبشن عملنا له التحليل ولقينا ان فيه ميكروبات في معدتك فانت تنشعل الفلاجيل ده لمده مش عارف شهرين ثلاثة تمام تكتب له وروح يجيب الفلاجيل ممكن يكون هو عارفه يقرا البامفلت بتاعه مفيش كلام خالص حتى في الاخر كده دايسل فريم رايت رياكشن فمش هينفع اصلا ايه دايسل فريم رايت رياكشن يلبس ماشي الحال لا شفوي قول لا خالص مش هيربط بالاثنين ببعض ماشي ده انت عشان انت فاهم او انت دكتور ما تحبش تاخد ادويه لما تخوفه هيعمل كده عشان دي كانت فايده الانسبشن تاني فترس الفرام او الانتي بيوز هدفه ان انا هزود له الاسيتال دايت في دمه وبالتالي بيخش في مانيفستيشن لازوجن اللي هي سيفير فيبطل يشرب الخمر. الدوز طبعا مهمه اول يوم ياخد اربع حبات نص جرام التابلت افتكر ان كل يوم يعني الدوز كلها تساوي 5 اول يوم ياخد 4 ثاني يوم ياخد 3 ثالث يوم ياخد 2 رابع يوم ياخد 1 ويكمل على الدواء ده لمده ايه لمده سنه ما انساش برضو ان انا احتاج له سايكاتريك تريتمنت لمده سنه يبقى التريتمنت يعني بتاع الالكحوليز هوسبيتاليزيشن سيديشن وترانكلايزر وسايكولوجيكال كير اديله مالتي فيتامين وجود نيوتريشن اديله الدايسل فريم او الانتابيوز ما تنساش هو بيشتغل ازاي ما تنساش لو سألك في الشفوي البيشنت خلي بالك لازم يكون مش عارف اللي هو بياخده عكس الديلتريبزون فاكر النالبزون والنالتريبزون اللي هو لونج اكتنج اوبيت انتاجونست ده لازم يعرف اللي هو بياخده لازم تعرفه ان ده اسمه انتي كريفين لازم تعرفه انت لو خدت هرمون على النالتريبزون هتخش في اعراض انسحاب لازم يعرف لان هو ممكن يموت من اعراض انسحاب ممكن يموت من اعراض الانسحاب يبقى النالتريبزون لو بتاع الاوبيت لازم يكون عارف اما الانتابيوز لازم ما يكونش عارف مش الحل لو ما عرفتش سيادتك قال لك افرض مالوش ياخده قول له كده فلاجيل حاجه بتشتغل دايسل فريم رايت رياكشن واحد مات من الكحوليزم ده مش موجوده في الكتاب بس جت كده قبل كده اخر السنه واحد سايق عربيه بعدين مات دوز مهمه لا ده من ضمن الدوز المهمه معلش ايه يا عم ده مش عارف 4 تابلت اول يوم مش عارف 3 تابلت ثاني يوم يعني سهلة خالص يعني 4-3-2-1 والتابلت نص جرام بس مش محتاج اكتر من كده مش محتاج اكتر من كده الدوز السهلة يعني انا لسه جاي في دوز صعبة دلوقتي واحد مات يقول لك في حادثة عربية واحد كان سايق عربية وبعدين مات بعدين عندك ليك الاكسبرت تشيك ان الراجل ده الكحولي كان الكحوليزم يعني عارف ازاي الكلام ده يقول لك لما يشرحه اللي هو خمورج يعني لا المانيفستيشن الاتية لا عنده سيروزس في الليفر صح ديجنريشن في الليفر اتروفيك جاسترايتس ديجنريشن في الهارت والكيدني واهم واحده اللي هنشرح بالتفصيل اللي احنا قلناها امبارح اللي هي باكي منينجايتس هيموراجيكا اللي هي كرونيك سبديورال هيموراج كرونيك سبديورال هيموراج بيتخبط كتير اللي هو بيتخبط كتير من ضمن الناس اللي بتخبط كتير الناس الكحولي في مشاكل في الكحوليزم مهم 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 خش الثاني واحد الكحول اللي هو الميثانول
ده اسمه ميثايل الكحول. هو بصراحه كفايه زرافه يعني. زرافه ازاي ده ليه بطلها شويه. الميثايل الكحول او الميثانول ماشي. دي مره في الامتحان جيبها كاونت اون مود الكحول كلينيكال بيكشر اند تريتمنت وود الكحول. وود الكحول ده الاسم الثاني بتاعه زي السايلنت كيلر كده لما نيجي ناخد الكربون اكسيد بكره. وود الكحول وود قشر الكحول. بقول لك السورس بتاعه جاي منين. بقول لك ده موجود في حاجات كتيره جدا. سولفنت يستخدم في الورنيش برنيش تمام. يستخدم في صناعه الفورمالدهايد. فده موجود فيه اوكيوبيشنال كتير. عشان كده بيقول لك ان الميثانول ده اللي هو بيسموه السبيرت الاحمر. يجي المريض يقول لك انا شارب سبيرت احمر. بيسموه كده منقوع السرم والبراطيش. منقوع السرم والبراطيش عشان الناس اللي شغالين جزمجيه كورنيش يعني بينظف بيه يعني. استخدم كسولفنت يعني. زي دايما اللي بيشربوا معاك فلوس هتشرب ايثانول ماشي. زي اي دي دانكن وفودكا وواين مش عارف ويسكي وسكاره والحاجات الحلوه دي. ما معكش هتنزل تحت خالص زي الحشيش بالظبط. قلنا معاك فلوس تشرب حشيش او ماريجوانا ما معكش هتشرب دماغ البوابين اللي هي البانجو. مع احترامنا للبوابين ماشي. يبقى الود الكحول ده بيسموه السبيرت الاحمر او منقوع السرم والبراطيش. يعني ايه بيستخدم كسولفنت يعني غسيل الجزم مش عارف ايه. فده لو مش معاك فلوس بتشرب الميثانول. مشكلته هنشوفها حالا دلوقتي. طيب ده السورس بتاعنا. هتعرف ازاي او التوكسيك كاينيتك بعدين. بقول لك الابزوربشن بتاعه باي افري روت كالعاده. سكن وانجشن وانهاليشن. اهم حاجه في التوكسيك كاينيتك الميتابوليزم. الباشا ده اسمه ميثانول صح او ميثايل الكحول. نفس الانزيم اسمه الكحول دهيدروجينيز يعمل لي فورمالدهايد. فورمالدهايد بالالدهايد دهيدروجينيز يعمل لي فورميك اسيد تمام. فورميك اسيد يتحول بعد كده لفورميت. والفورميت دي سي 2 ميه فوجود حاجه اسمها فوليك اسيد او فولين. المعادله دي مهمه جدا. المعادله دي مهمه جدا 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 زي المعادله بتاعت الايثانول بالظبط. في جزء صغير من الميثانول ممكن يطلع ان اكسشينج في اليورين او في البلاد عن طريق الكدني يعني او عن طريق النفس. يبقى تاني توكسيك كاينيتك حتى سهل. ابزوربشن باي افري روت. ميتابوليزم اوكسيديشن بالالكحول دهيدروجينيز يعمل لي فورمالدهايد. فورمالدهايد اوكسيديشن بالالدهايد دهيدروجينيز فورميك اسيد. بعد كده فورميك اسيد فورميت. فورميت سي او 2 ميه وجود الفوليك اسيد. عاوز دي وعاوز ده اللي هو الالكحول دهيدروجينيز في التريتمنت بتاعه. ده الالدهايد دهيدروجينيز. جزء صغير بيطلع عن طريق الكدني وجزء صغير بيطلع عن طريق النفس. ماشي شكرا. باصوا فيسيولوجي رقم واحد. باشا ده بيعمل سينس ديبريشن اللي هو الميثانول. ميثانول ميثانول. المشكله في الميثانول مش في الميثانول. المشكله في المصيبه دي. ده هو ده اللي بيخلي الميثانول اخطر من الايثانول. كنا قلنا الايثانول بيعمل ايه؟ بصوا الفسيولوجي بتاعه بيعمل ايه؟ ديبريشن فروم كورتكس المضلع عن طريق اللي هو بوتنشيت الجابه وانتاجنايز الجلوتاميز. ده اللي هو الايثانول امبير. الميثانول زي سينس ديبريشن مش فروم اب داون وورد برضه من الكورتكس المضلع. بيقلل بلاد بريشر والستروك فوليوم والكاردك اوتبوت. ده اللي هو الميثانول. ده العبيط يعني عبيط العيله يعني. المشكله كلها في ده. بقول لك الفورمالدهايد في الميتابوليزم ده ما بيتكونش. يعني اي فورمالدهايد يتكون يكسر فورميك اسيد. فورمالدهايد فورميك اسيد. فورمالدهايد فورميك اسيد. فورميك اسيد يعني اسيدوزس سيفير اسيدوزس. فورميك اسيد يتجمع في البرين نيورولوجيكال مانيفستيشن. فورميك اسيد يعمل لي اوبتيك نيورايتس. عشان كده بتاع الميثانول ممكن يجي لك بيه بلايندنس. يتعمل ليه تاني تمام. لكن شفت فيلم اسمه ايه ده بتاع اسمه ايه بتاع توشكا ده كان اسمه ايه اسمه ايه كنت شاكك بس متاكد او متاكد بس شاكك في حاجه. كان اسمه ايه ماشي. اهو الفيلم ده كان العيال بيضربوا فيه ميثانول. على الولاد لما كان في منهم اثنين اتعموا واحد مش عارف ايه كان بيضربوا في السنه ماشي. اه بتكتب
يبقى الفورميك اسيد، فورميك اسيد، فورميك اسيد هو اللي بيعمل لي الموست سيفير توكسيك مانيفيستيشن، بيعمل لي بلايندنس، بيعمل لي نيروش. ما ينفعش اجيب كل اجنبي لان الاجانب دول بشوات يعني ايش بقى هيسالوه ليه يعني اقل حاجه عندنا هيسالوه ماشي. اسيدوزس، ميتابوليك اسيدوزس، نيورولوجيكال مانيفيستيشن، واوبتيك نيورايتس، ده اللي بيعمله الفورميك اسيد ماشي. طب الواحد اللي هيشرب بيسانول بقى الكلينيكال بيشر بتاعته هيظهر عليه ايه؟ بقول لك كالعاده سي ان اس مانيفيستيشن، كارديو بالمونري، اوكلر مانيفيستيشن، وجي اي تي، وحاجات كده بتسببها الميتابوليك اسيدوزس. بس كتب لك حته صغيره في الاول نذاكر الجنرال، فاكر ان اي واحد جاي اخر صفحه خالص في جينيتيك توكسيكولوجي كان اسمها ديسبوزيشن، وانت فاكر قال لك ان كل مرضى لو حد فاكر يعني اي مريض يجي لك توكسيكولوجي بيتحجز في المستشفى لمده 8 12 ساعه كده، ما عدا ايه وايه؟ جربوسترس لمده 24 ساعه، والميثانول لمده كام؟ 72 ساعه. فيري جود، ممتازين. 72 ساعه، ايه الحلاوه دي؟ تاتش وود، 72 ساعه تمام. بقول لك ده السبب في ايه؟ السبب ان الميثانول كلينيكال فيكشر بتاعته ممكن تتاخر قوي، يعني اقل من 30 ساعه لغايه لما تبدا. ليه؟ عكس الميثانول، الميثانول كان بيهضم بسرعه والمانيفستيشن بيتذاب بسرعه. الميثانول الميتابوليزم بتاعه سلو شويه، يعني بياخد وقت. فالميتابوليزم بياخد وقت لغايه لما يطلع فورميك اسيد، فياخد وقت لغايه لما يظهر المانيفستيشن. مش يجي لك المريض بعد ربع ساعه ولا ساعه، سيبه ست ساعات. فكويس عم الحاج روح، حصلت معاه مرضى تيجي في الاستقبال الجينيور ما ياخدش هيستوري كويس، يعرف ان المريض مش عارف ايه. والله حصل فعلا حقا، يعني مش بنقول حواديت. يروح المريض يكون واحد يحسبه واحد يسانول عادي، يجي له بعد ثلاث ايام اعمى، وفعلا حصل بلايندنج، بس الراجل مش شايف. ده يعتبر من ضمن حاله المال براكتس، ما تنساش المال براكتس عامله زي الكونكشن، باسنج تو كومبريشن، ويز ليز ذا ثيرابي، نفس الكلام. هيستوري تيكن، هيستوري تيكن، هيستوري تيكن. لو بتاخد هيستوري كويس قبل ما تعمل اكزامينشن، انت رايح للمريض عارف ان انت بتفكر في واحد اثنين ثلاثه بالكتير، تعمل اكزامينشن واحد اثنين تكونفيرم الانفستيجيشن. خلصنا. ده الدكتور الشاطر في اي مجال، في اي مجال. لما بتغني معايا توهك تيجي تعمل اكزامينشن مش لاقي حاجه، تعمل انفستيجيشن بتخبط في الضلمه، يبقى انت معلش مع احترامنا عبيط ماشي. بس انت من الهيستوري كده تكون عامل حاجه اسمها بروفيجنال دايجنوز، اللي هو تشخيص مبدئي. تشخيص مبدئي، انا في دماغي كذا. التوكسيكولوجي ده الهيستوري ده وهم، هيستوري ده وهم، عامل زي البيوبل لما قلنا قبل كده. هيستوري والبيوبل ما تنساهمش، كل واحد مستعجل ياخد لك كلمتين، ده شارب، ده كذا، ده ضغطه بالسلام. لا، ما تنساش الحته دي. يبقى المانيفستيشن ممكن تتاخر اب 30 ساعه، لان الميتابوليزم بتاعه سلو. هيظهر لي حاجات في السي ان اس، في الكاردياك او كارديو بالمونري، في الاي، الاي دي مهمه جت لوحدها قبل كده. اوكلر مانيفستيشن اوف ميثانول، ده سؤال الواحد عليه ثلاث درجات. اوكلر مانيفستيشن اوف ميثانول، جي اي تي، وميتابوليز او ميتابوليك اسيدوز. في ناس عشان ما تنساش، في ميكس الاستيميليشن والديبريشن. الله، انت مش قايل لي يا عم ان هو بيعمل سينس ديبريشن؟ ماشي يا عم، الميثانول بيعمل سينس ديبريشن، بس الميتابولايت اللي بتتكون دي اسيد صح؟ يعني لما تتكون في البرين هتعمل لي اريتيشن، اريتيشن يعني ستيميليشن. يعني مش ممكن يجي لك باجيتيشن، ممكن يجي لك بكونفولجن، بعد كده ممكن يخش لك في كونفيوجن ودراوزنس وكوما. ما تنساش حته مهمه جدا، الميثانول ده بتاع البيزال جانجليا، بيحب قوي البيزال جانجليا، ما تنساهاش. هنقول بكره ده عندك ثلاثه بويزن بيضربوا البيزال جانجليا، وحاجه في الفورنسيك بتضرب البيزال جانجليا. نقولها دلوقتي، لو قال لك توكسين افكتنج البيزال جانجليا، قول له بيل كاربون مونوكسيد، قول له الميثانول، قول له الفينوسيازين ده ما خدناهوش، ده هناخده بكره ان شاء الله، وده خدناه النهارده. وفي حاجه في الفورنسيك بتخلي المريض يجيله باركنسونيزم، ايه هي؟ والله لسه قايلها امبارح بس. ايوه شكرا. بانش درانكن سندروم، بانش درانكنس سندروم، ده اللي هي الافكشن بتاعك للبيزال جانجليا، ده الابلكيشن بتاعك في البيزال جانجليا الفورنسيك والتوكسيكولوجي. كربون مونوكسيد، الراجل بتاع كربون مونوكسيد ممكن يروح ويجي لك باركنسونيزم. بتاع الميثانول ممكن يحصل له هيموريدج او انفاركشن في البيزال جانجليا ويجي لك باركنسونيزم. فينوسيازين في الاكيوت بيعمل اكسترا بيراميدال،
manifestation ناخدها في الثيرابيوتيك شابتر المجعلص اللي فاضل. والبانش درانك سندروم ده اللي هو الكرونيك كروماتيك انفلوباسي في الناس البروفيشنال ايه بوكسرز. قلنا محمد علي كلاين ده اللي هم البيزر جاني بسين اس ستيميوليشن وديبريشن وبيزر جاني ستيميوليشن وديبريشن وبيزر جاني كما تنساش. كارديوبالمونري شويه حاجات بقى هبله ولا نقول الاوكلر الاول. بقول لك الاوكلر فيه حاجات سيمتومز وحاجات ساين سيمتومز وساين. الفرق بينهم سيمتومز دي بيسموها البيشنت اون وورد بيشنت اون وورد البيشنت اللي يقول لك انا عندي كذا. اما الساينس ده ميديكال كير ده ميديكال كير ده الدكتور اللي بيشوف. يعني عمره ما البيشنت يجي يقول لك يا دكتور انا عندي دايليتد فيكسد بيو او دايليتد رياكتيف بيو صح ده حاجات تشوفها ده ساين. عمره البيشنت يجي يقول لك انا عندي اوبتيك نيورايتس او عندي هيموريج في الريتنا او هايبرميا في الاوبتيك ديسك ده حاجه لازم سيادتك تعمل فاندس اكزامينشن وتشوف. ما المريض يقول لك ايه لك انا مش شايف كويس فيجوال اكتي بتاعي قل انا اتعميت يا بيه بلايندنس انا عليا مزغلله ليرنج اوف فيجن انا شايف كل حاجه اتنين دوبلوبيا انا مش شايف كويس في النور فوتوفوبيا. يبقى البيشنت يقول لك الكلام ده ويقول لك انا شايف حاجات في مجال الرؤيه فيجوال هاليسينيشن فيجوال هاليسينيشن كده ده حاجه قليله جدا بيقول لك سنو ستورم فيجن من الحتة دي ما تقولها بالتكست يعني اجنبي وما عندهم حكايه السنو دي عادي يعني الحته اللي انت تمشي والتلج بينزل ده مش شايف حاجه دي بيسموها سنو ستورم فيل فيجوال فيل. طبعا احنا ما عندناش كده لاخرنا مط فيلد يعني ماشي ماشي والدنيا مطينه يعني ماشي. يبقى ده البيشنت هيجي يقول لك مش شايف كويس عندي فوتوفوبيا عندي بليرنج اوف فيجن او كلاودي فيجن ماشي عندي ديبلوبيا او فوتوفوبيا ما بشوفش لما بارشيال او كومبليت ده كلها بيشنت هيقولها لك باي هيز اون وورد. سالتك هتشوف ايه بقى هتفحص البيبل بتاعك سلاجش رياكشن او دايليتد فيكسد في هايبرميا في الاوبتيك ديسك في هيموريدج في الريتنا ده كله سيادتك هتشوفه بالصيف بتاعك. جي اي تي الاسطمبه بتاعتنا جي اي تي هي الاسطمبه العاديه بتاعتنا نوزيا وبومتينج وابدومينال بين ومش عارف ايه وكوليك. بس ما تنساش حاجه مهمه الميثانول من ضمن الحاجات اللي عندك في التوكسيكولوجي بتعمل بانكرياتايتس. هو ايه؟ اللي احنا بنقول ايه؟ اهو فورميك اسيد ده عمال يتكون في البرين يتكون في الاي عمال لك المانيفستيشن دي اسيد فورميك اسيد ماشي الحال؟ ده اسيد دي كلها ميتابولايت توكسيك ميتابولايت تعمل انفلاماتوري رياكشن بالاضافه ان البيشنت ده عنده سينس ديبريشن. سينس ديبريشن من ضمن الحاجات اللي هو ممكن يعمل لك شوك شوك يعني هايبوكسيا هايبوكسيا يعني مفيش بلاد سبلاي للحته دي كلها مفيش بلاد سبلاي يستجيب بانفلاماتوري رياكشن ايديما وترانسيوديشن وكيتو كيتو كيتو بوظ لك الدم ماشي. بنكرياتايتس ما تنساهاش في حاجتين عندك بيعملوا بنكرياتايتس الميثانول والأورجانو فوسفرس مؤقتا. ميثانول والأورجانو فوسفرس من ضمن الكومبليكيشن بتاعتهم بانكرياتايتس ما تنساش تجمعات عشان الشفوي تجمعات عشان الشفوي ميثانول والأورجانو فوسفرس ماشي. كارديوبالمونري كارديوبالمونري ولا يحصل لك اسكيميا مايوكاردا ديبريشن برادي كارديا تاكي كارديا كلها هيبوكسيا ممكن يحصل لك ايه هايبريتمي ده في الكارديوبالمونري أورجانو فوسفرس بانكرياتايتس بانكرياتايتس. ما تنساش ان الميتابوليك اسيدوزيس دي لوحدها مصيبه. ميتابوليك اسيدوزيس لما المريض عنده فورميك اسيد كتير فورميك اسيد كتير هتخش السيركيليشن يعمل لي اسيدوزيس ده من ضمن الحاجات اللي تخلي البيشنت كونفيوز ضمن الحاجات اللي تخلي البيشنت تاكيبنيك بيسموها اسيدوتيك بريذنج اسيدوتيك بريذنج النفس بتاعه رابيد شالو ريسبيريشن بيسموه كوزمال بريذنج مش مشكله اعرف بس ان هو يعمل تاكيبنيا ممكن يعمل كونفيوجن ممكن يعمل ديزنس ده اللي هو الباشا بتاع الميتابوليك اسيدوز. يبقى الكلينيكال بيكشر كلمتين وبس اهم حاجه فيها الاوكلر باسو فيسيولوجي بيعمل سينس ديبريشن بيقلل الكاردك اوت بوت والستروك فوليوم ادي الميثانول فورمالدهايد مش هيتكون اكيوموليت هيتكون فورميك اسيد فورميك اسيد هيعمل لي ميتابوليك اسيدوزيس ويعمل لي نيورولوجيكال مانيفستيشن ويعمل لي اوبتيك نيورايتس. البيشن المانيفستيشن بتاعتي هتبدا بعد 30 ساعه عشان في ديلي للميتابوليزم
سي ان اس ستيميوليشن مع ديبريشن مع بيزال جانجلي افكشن مع الاوكلر في ساينز وسيمتومز هتلاقيها كلها بتصب في حاله ان المريض ده ما بيشوفش او في سبيله للعمى اللي هو هيتعمى. الجي اي تي مانيفستيشن الروتين بتاعي بس ما انساش البنكرياتايتس اللي هدور عليها. بنكرياتايتس انا بقول الناس بتكتب منهم زي بوينت قدامنا بينه ده زي بوينت قدامنا اللي هدور عليها البنكرياتايتس بس بالسيف. الكارديوبالمونري مايوكارديال كارديو كارد متقل يحصل لك برادكارديا او تاكي كارديا على حسب الانو ستيج فيها والهارت يحصل له اسكيميا عشان ما فيش بلاد سبلاي كارديو كارد متقل مش كارديو كارد لما قل يعني كورونري بلاد سبلاي قل يعني جزء من عضله القلب هتبدا تموت مايوكارديال اسكيميا تمام. ميتابوليك اسيدوسيس لوحده كافي ان المريض يخش في تاكيبنيا و هايبرمي احمرار يعني يزود الانفلاميشن الاوبتيك ديسك هايبربني لا هايبربني هايبربني عن زيادة الاماونت في اكسجين اللي داخل ماشي. في فرق يا جماعه بين التاكيبنيا تاكيبنيا وبراديبنيا. تاكيبنيا وبراديبنيا ده بتكلم على ريسبيراتوري ريت واحده بيزيد واحده بتقل ماشي. في حاجه تانية اسمها هايبربني هايبربني واوليجوبنيا ده النفس نفسه مش الريت كمية بتاعت الاكسجين اللي داخله دي كتير دخل اكسجين كتير فوليوم يعني ده تانية الفوليوم قليل مش حاجه ده بسبب الاسيدوتيك بريس. في مشاكل نعم على حسب الاستيج بتاعته اصلا اي حاجه سياده بيحصل فيها هيبوكسيا بيحصل فيها هيبوكسيا الجسم الاول لما الكارديك اوتبوت ده بيقل والستروك فوليوم بيقل الجسم بيحاول يعوض باللي هو يزود الهارت ريت مش حد. بعد شويه لو فشل حصل اسكيميا يروح يعني استيميليشن فولو باي ديبريشن زيك بالظبط. انت بتتخانق تقول لك وانت في عز الخناقه الادرينالين ده وحش خليك اسد تمام. بعد الخناقه سحب الادرينالين ده يخليك مش قادر تقف على رجليك سحب الادرينالين من جسمك بيعمل لك ديبريشن ده نفس الفكره بتاعتي. الانفستيجيشن حد يقول لي الانفستيجيشن مطلوبه بالعقل كده اول حاجه بلاد ليفل اول حاجه سيرم ميثانول سيرم ميثانول ده اهم حاجه بيقول لك لو اكتر من 20 ملي جرام على الديس ليتر رقم مطلوب ده توكسي. الباقي كله روتين انفستيجيشن اهم رقم رقم مهم انك انت هتبني عليه تريتمنت دلوقتي هتبني عليه تريتمنت. يبقى سيادتك سيرم ميثانول ده مهم اكتر من 20 ملي جرام على الديس ليتر هنجمعهم لكم كلها في ورقه كده اخر السنه الحاجات المهمه دوز والحاجات المهمه توكسي دوز ليفل شاركت كل حاجه سيرام ميثانول اكتر من 20 كل الروتين بتاعك اي بي جي اي سي جي الكترولايت رينال فانكشن تيست ليفر فانكشن تيست كل الروتين انفستيجيشن ما تنساش ان انا عامل له شيست اكس راي عشان البيشنت البارادبنيا والكارديوبالمونر مانيفستيشن ده لو حصل له كوما وحصل له اسبيريشن ضمن الحاجات اللي مش مكتوبه في الكتاب ومهمه جدا ان انت تعمل له فاندس اكزامينشن مش عارف مش كاتبينها ليه فاندس اكزامينشن. حاله الميثانول لما بتيجي لازم البس معايا حد رمد لازم حد يبقى معايا في التيم عشان يشوف حكايات ايه وكمان ايه انيشال وسيريال يعني في الاول كده ويتابع معايا عشان يشوف الدنيا ماشيه ازاي في الاوبتيك نيورايتس دي ماشي. هعالج المريض ازاي بتاع الميثانول هاو تو تريت تريتمنت مهم جدا دي مرض ليتس كيو. اول حاجه اي بي سي دي كونتامينيشن elimination antidote to support the symptomatic treatment ABCD سي جنرال بالتفصيل الممل مع نفسك مع نفسك قول له بقى هنركب كانولا اي في لاين ادي فلويد عند اسيدوز هصلح الاسيدوزس عند الالكترولايت ديستربنس هصلح الالكترولايت ديستربنس صوت لا تريتمنت بس انا بتكلم على تريتمنت صح؟ دايسون تريتمنت ماليش دعوه لا بكوز ولا سيمبتومز سيمبتومز او ساينز انت كتبت لها كلينيكال ديكشن لو طلبت او ما طلبتش عملت بالتريتمنت بس انا عايز اعالج ايه بس؟ خلي بالي من الاير واي خلي بالي من البريسنج خلي بالي من السيركوليشن اتشن جدله فاليوم في اسيد بيز ديستربنس عالجنا جاست كده كلهم سطرين كده ورا بعض. دي كونتامينيشن لو جاك بدري وشارب كميه كبيره اعمل جاستيك لافاش وطبعا زي الايثانول ما تنساش ما فيش اكتيفيت شارتون عشان الام اس كيو مش هتضرب ده على اكتيفيت شارتون. اليمينيشن هيموداياليسيس
ومن حلاوه الهيموداياليسيس هنا اللي هو بيشيل لك الثلاثه، بيشيل لك الفورميك اسيد ويشيل لك الفورمالدهيد ويشيل لك الميثانول. بشيل الفورميك اسيد والفورمالدهيد والميثانول، اليمينيشن هيموداياليسيس. هعمل هيموداياليسيس امتى؟ رقم واحد لو عملت سيرم ليفل ولقيته اكتر من 25 ملي جرام على الديسيليتر، ادي سيرم. ها لو لقيت حاجه اسمها انجوينج اسيدوزس، ركز بقى في الحته دي، حتى شفوي كده يعني ايه ليفل دكتوراه. انجوينج اسيدوزس، كلمه انجوينج اسيدوزس ذاتس تو سي، ساعات بيسموها ريفراكتوري اسيدوزس. ريفراكتوري اسيدوزس يعني ايه ريفراكتوري اسيدوزس؟ هو المفروض انت في الاي بي سي فوق وديت ايه عشان الاسيدوزس؟ صوديوم بايكارب صح؟ اما تدي صوديوم بايكارب مش هتتحسن. اما تدي المريض ده صوديوم بايكارب مش هتتحسن خالص. اعرف ان الاسيدوزس اللي عند المريض ديت اتز لاكتيك اسيدوزس. طب اللاكتيك اسيدوزس دي بتتعالج بالايه؟ بالهيموداليس. في واحد من المريضات صادف في الدكتوراه عشان سالت السؤال ده ومش جاوبته. لاكتيك اسيدوزس تاني. مش الراجل عنده الكارديك اوتبوت قل وعنده هايبوكسيا وعنده هايبوتنشن، يعني مفيش هايبو، يعني مفيش برفيوجن كويس، في هايبو برفيوجن صح؟ هايبرفيوجن يخلي الجسم يشفت، شفت ايه؟ لما مفيش اكسجينيشن كويس، انيروبيك، انيروبيك يطلع لاكتيك اسيد. يعني من الاخر لو عندك اسيدوز لقيتها بتتصلح بالصوديوم بايكارب يبقى ده بسبب الفورميك اسيد، ما لقيتهاش بتتصلح يبقى دي بتاعت لاكتيك اسيد، يبقى مش هتتصلح غير بالهيموداليس. يبقى انجوينج اسيدوزس عملت كلمه انجوينج عملت صوديوم بايكارب وهي عملت زيت. ايه يا عم؟ صوديوم بايكارب وهي عملت زيت. ذات تو سي ريفراكتوري. ريفراكتوري يعني عنيده مش قادره تتصلح. دي معناها اللي هي لاكتيك اسيدوزس، دي معناها اللي هي عايزه هيموداليس. ماشي؟ ايه تاني؟ بقول لك من ضمن الانديكيشن ان البيشنت عنده اند اورجان فيلير. هو ايه الاورجان فيلير اللي ممكن سيادتك؟ ليه؟ وانا بغسل عن طريق الليفر؟ يبقى رينال فيلير. ده اول انديكيشن المفروض تكتبها، لو عنده رينال فيلير هغسل. تمام؟ طب اندي اورجان تاني ايه؟ بين قوسين كده اني فيجوال امبيرمنت. يبقى من الاخر الانديكيشن بتاعتي اربعه: ليفل، ريفراكتوري اسيدوزس، رينال فيلير، اني فيجوال امبيرمنت. لو عايز تكتب الاربعه دول وتريح دماغك. تاني اورجان فيلير يعني الكدن اتضربت او ما عادش بيشوف. كدني اتضربت او ما عادش بيشوف، بدا يشتكي من عينيه. اعرف بنتابولايت سيفير انف اللي هو هتعميه، يبقى لازم تغسل. تاني السيرم ليفل كاتب لك كده، هو بقى ايه؟ سمع على بعض عمل ازاي؟ دي واحده يا جماعه، دي واحده. قال لك سيرم اكثر من 25 ملي جرام ديسيليتر ريجاردلس. كلمه ريجاردلس بغض النظر هو في اسيدوس ولا لا، ماشي؟ وفي مشكله في الـ في الـ في الفيجن ولا او المانيفستيشن. ريجاردلس الاسيدوزس او الساينز والسيمبتومز. وراح دخل على الثاني قال لك انجوينج اسيدوزس اور اند اورجان فيلير ريجاردلس السيرم ليفل. قصده بكلمه ريجاردلس يعني ايه؟ ده معناه ان الانديكيشن مش الاربعه مع بعض. الانديكيشن معناها اي واحده من دول. اي واحده من الاربعه. ده لو عندك رينال فيلير هتغسل. لو عندك سيرم ليفل اكثر من 25 ملي جرام على الديسيليتر هتغسل. لو بدا يشتكي من عينه هتغسل. لو عنده ريفريكتور اسيدوزس هتغسل. عندك واحد او واحد واثنين او واحد واثنين وثلاثه او واحد واثنين وثلاثه واربعه هتغسل. ده الانديكيشن بتاعه الهيموداليس في الميثانول. شورت نوت كده او سؤال شفوي. اغسل امتى في الميثانول؟ طب اغسل امتى في الايثانول؟ الميثانول اغسل امتى؟ ها؟ ليفل عدى كام؟ شكرا. عدى 450 مللي جرام على الديسيليتر. يعني لو البيشنت فورما وعنده ماكيون بيوبل، ماكيون صايم، هايبروفليكسيا، هايبوثيرميا اللي احنا قلناها امبارح. ده الانديكيشن بتاعه الهيموداليسيس. سيرم ليفل اكثر من 25 انجوينج او ريفراكتوري اسيدوزس رينال فيلير معايا رينال فيلير او انفيجوال امبيرمنت ده اللي بيسموها اند اورجان ايه توكسيستي. طيب الانتيدوت يقول لك في عندك اثنين انتيدوت، واحد اسمه ايثانول واحد اسمه فومبيزول اللي هو 4 ميثايل بيرازول. ركز طبعا فاكرين اهم حاجه في الايثانول والميثانول في التوكسيك كاينيتيك الباث واي صح؟ قلنا ايثانول اسيتالدهايد اسيتيك اسيد استايل كو اي سي 2 ماي صح؟ ميثانول فورمالدهايد فورميك اسيد فورميت سي 2 ماي قلنا كده؟ ده اللي احنا كنا خدناها في الجنرال بيسموها ايه؟
سموها ايه؟ واحد شارب ايه؟ ميثانول، اديله ايثانول، سموها ايه؟ هل ايه بقى باي ترانسفورميشن؟ شكرا. انهيبيشن اوف باي ترانسفورميشن. مش احنا قلنا الالكوهوليك او الالكوهول ديهيدروجينيز انزايم هو نفسه بيشتغل على الايثانول، بيشتغل على الميثانول لو فاكر جنرال، بس في وجود الاثنين يحب يشتغل على ايه؟ على المضيف، يشتغل على الايثانول. بالاخر يبقى الراجل اللي شارب خمره زباله من نوع سرم وجاي لك شارب ميثانول، بديله خمره نضيفه، بديله ايثانول. طبعا مش بديله خمره، امال بديله ايه؟ مش من ضمن البريبريشن بتاع الايثانول حاجه اسمها فارماسيوتيكال، صح؟ مش هو موجود في ميديسن. اجيب له بقى ايثانول كده، ايثانول طبي ماشي، مش خمره، ايثانول طبي يودهوله. يبقى الهدف ان انا اعمل انهيبيشن للالكوهول دايهيدروجينيز انزايم، وبالتالي الميثانول هيحصل له انهيبيشن باي ترانسفورميشن، ما يكونليش فورمالدهيد وفورميك اسيد. طب الميثانول هيروح فين؟ هيروح فين الميثانول؟ يطلع في اليورين از ميثانول. مش احنا لسه قايلين في سمول اماونت بتطلع في اليورين والبريف؟ طب افرض انا وقفت الانزايم اللي بيعمل لها ميتابوليزم، السمول اماونت دي هتبقى لارج اماونت، صح؟ تطلع فين؟ تطلع في اليورين، تطلع في طريق كده سموها اسبيرت كومباوند، يعني كاب، يعني مش هيخلي فورمالدهيد ولا فورميك اسيد. يبقى الميثانول اديله ايثانول يعمل انهيبيشن للالكوهول دايهيدروجينيز انزايم، وبالتالي مش هيكون لي توكسيك برودكت ويكسكريتد از ميثانول في اليورين. الدوز مهمه وجات في امتحان من ضمن الامتحانات ام سي كيو. ام سي كيو رقم الزباله اللي عندك ده، اللي انت الراجل بتديله لودنج 8 من 10 جرام بير كي جي، ومينتنانس 130 ملي جرام بير كي جي على الساعه. هدفي حاجتين او هتابع بحاجتين، ان انا اوصل لليفل 100 ل 150، ليفل 100 ل 150 اللي هو الايثانول ليفل. خلي بالك انا مش هبقى عبيط، احنا قلنا اول حاجه بتتعلمها في الميديسن فيرست دو نو هارم، ما تضرش المريض. هو جاب ميثانول توكسيستي، مش اديله ايثانول ادخله في توكسيستي كمان، انت بتديله لغايه لما السيرم ايثانول يوصل كده، ده اللي هو الليفل بتاع ها الجوي بقى ومبسوط وشويه اكسايتمنت وبتاع، بس مفيش مشكله خالص في الريسبيريشن ولا سي ان اس ولا اي حاجه خالص. يعني تلاقيه قاعد في العنايه كده ايه، مهايبر شويه، فرحان ومبسوط وشارب خمره، ده اللي هو الليفل بتاع 100 ل 150. يبقى انا هديله لودنج واديله مينتنس بهدف ان انا اوصل للستيدي ليفل، ليفل ثابت اللي هو ال 100 150 ملي جرام على الدي سي لي. ماشي؟ انت بتدي لي لودنج 8 من 10 جرام، عايزه تكتبيها 800 ملي جرام بير كي جي، ماشي على حسب وزن، والمينتنس 130 ملي جرام بير كي جي، بيبداوا مع بعض. بس خلي بالك الكحول اريتنت جدا، وده اللي بنعمله في البنات او الاولاد اللي بيجوا بيهرجوا في الـ في الـ في المستشفى، جاي بقى عامل اشتغلنا وهستيريكال وبتاع، بديله حقنه ايثانول في مناخير يقوم يصوت. ماشي؟ اريتنت ايثانول، سبيرت سبيرت ابيض كده في مناخير، تلاقيه بقى ايه الكومه اللي كانت عنده وفات خالص، ما شاء الله طلع يجري زي الحصان، مش بقى يجري وراك يضربك. ماشي؟ ده حاجه طبعا ايثيكال، بس برضه هي مش ايثيكال انت طالع ميتين اهلك طول الليل في الاستقبال، يجي واحد يتدلع عليك الساعه 3 4 الفجر ونص ساعه هتنام، فانت برضه هتعرف تاخد حقك بطريقه طبيه. ماشي؟ ده حاجه اتعلمها، هو ايريتنت جدا فانت لازم تخففه. لو هتدي له انترافينوس هتخفف 5 ل 10%، لو تديه اورال تخفف ل 20 ل 30%. الراجل ده بعد ما تديته اللودنج مشغله المينتنس الاثنين في نفس الوقت، اديته اللودنج والناحيه الثانيه بتدي له المينتنس، كل ساعه ساعتين بتقيس الليفل، اوقف امتى؟ لو الليفل ده وصل 100 ل 150. عرفت كده اللي هو وصل للليفل اللي هيخدع الالكوهول ديهيدروجينيز انزايم ويخليه يسيب الميثانول ويشتغل على الايثانول، والميثانول ده براحته يطلع في الايه؟ في اليورين براحته. تمام؟ 150 ملي جرام. ماشي؟ ما تنساش حاجه مهمه، ان البيشنت برضو من ضمن الحاجات اللي هتتابعها هتتابع سينس ديبريشن. البيشنت هتمونيتور هيم فور سينس ديبريشن، ان الميثانول بيعمل سينس ديبريشن. والحاجه اللي هتموته قلنا لو ما حصلش سينس ديبريشن اللي هي هايبوجلايسيميا، قلناها امبارح. يبقى كل شويه تقيس السكر وتشوف الكونشس ستيت بتاعته عشان سيادتك ما تعديش الايه؟ الناحيه الثانيه وتدخله في ايثانول توكسيس. ده اللي هو الايثانول. في احسن منه مليون مره اللي هو الفومبيزول او 4-4-ميثايل بيرازول. ده بقى ماليش دعوه بحكايه الايه؟ ده بيحب ده ويسيب ده، ده من الاخر بيعمل لي انهبيشن للنظام. الكحول دهيدروجينيز انهبيشن. الله.
بدل ما هو حلو كده بيعمل انهبيشن انزايم مش موجود في المصنع. حتى بره على فكره، حتى بره في امريكا وفي اوروبا واستراليا موجود بس مش بيستخدموه. عارف ليه؟ كوست بينفيت يا معلم. الكورس بتاعه بيكلف المريض واحد 4000 دولار، ماشي؟ يعني هو بيكلف على 4000 دولار، ده من ايام كام سنه، شايفين ده بسبب التضخم اللي قبل كده. لا وانت هناك خلي بالك الريت بتاع الكحول ده قشطه يعني على طول بيشربوا خمره قشطه 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 يعني. فالريت بتاعه كوست بينفيت يقول لك لا يا عم استخدم ايثانول ب 3 4 دولار، الجيركن قد كده ب 3 4 دولار شربه المريض ويسيبك من 4000 دولار بتاع الفوند دي، ماشي؟ ليه بقى؟ ان كل حاجه تبع الانشورنس هناك، تبع التامين. بس سيادتك الايثانول ده انت دوت او الفومبيزول اللي هو 4 ميثاي بيرازول، ديز مش مهم، ديز مش مهم بتاعت الفومبيزول مش موجوده في الكتاب اصلا. ده الكحول ده هيدروجينيز انهبيشن. طيب فاضل لك سبورتيف سيبتوماتيك. يلا شباب في كو فاكتور. كو فاكتور ايه؟ فاكرين المعادله اللي في الاخر؟ فورمالدهايد فورميك اسيد فورميت سي 2 ميه. انا بساعد تكسير الفورميت او الفورميك اسيد باللي انا اديله فوليك اسيد، فوليك اسيد او فولينيك اسيد او لوكوفيرين. ده بيساعد ان الباشا اللي هو الفورميت اللي هو يتكسر. ما تنساش ان هو عنده سريبرال ايديما وعنده اوبتيك نيورايتس، صح؟ محتاج سترويد. سريبرال ايديما واوبتيك نيورايتس هيحتاج سترويد. تريتمنت تاني، اول حاجه اميرجنس ستابلايزيشن للبيشنت. خلي بالي من ايه؟ مش عايز صوت يا جماعه، مش عايز صوت. انتوا بتزنوا ليه؟ اي بي سي دي بروستيشن جاستريك لافاج لو جاي بدري بكميه كبيره، نيمو دياليسيز لو الباشا عنده ريفراكتوري اسيدوزيس او رينال فيلير او ليفل اكتر من 35 مللي جرام على الديسيليتر او اي في مشاكل في عينيه. انت دوت عندي ايثانول وميثانول، وقلنا واحد بيعمل كومبيتيتف انهبيشن الكحول هيدروجينيز واحد بيعمل انهبيشن الكحول هيدروجينيز. الفومبيزيل افضل لان مش محتاجه تابع المريض ولا بيسانول ليفل ولا بسينس ديبريشن ولا هايبو جلايسيميا. اما الفومبيزول مشكلته اللي هو هايلي كوست افكتيف عالي بس الكوست بتاعه عالي. ممكن اديله كو فاكتور اللي هو الفولينيك اسيد او لوكوفرين، ما انساش اديله استرويد عشان الاوبتيك نيورايتس اللي عنده. بقول لك من ضمن الديلي المانيفستيشن بتاعت الميثانول هو ممكن يعمل لك مشاكل في برين نيورولوجيكال، يعني ممكن يعمل لك مشاكل في الاي، مشاكل بتاعت الاي ممكن توصل اللي هو ممكن يحصل له ايه؟ يحصل له بلايندنس او فيجوال اكتيفيتي. ده نص ساعه لا لا دي نص ساعه يا جماعه ما كملتش ساعه يا جماعه لا مش كفايه يلا براحتك لا لا مش هخلص مش هخلص يا خلاص انا مشترك 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 انا يلا عشان يعدي حاجتين تاني ومتفاجئ ومتفاجئ ومتفاجئ
كيروسين. كيروسين ده اللي هو الكيروسين اللي هو الجاز. الجاز كيروسين الجاز ده بيسموه كول اويل. ده واحد من البتروليا بيستليه. ده هنخلص شطر جديد خلاص من البلاطين. البنزين والكيروسين ده شطر ايه يا عم؟ ده في الصفحتين يسموه بتروليا بيستليه اللي هي مشتقات البترول. مشتقات البترول تمام. ده الصرف بتاعها اللي هو الكيروسين. طبعا بيستخدم في السولفنت هاوس هولد وفي الاندستريال. بيستخدم في صناعات حاجات كتيره ماشي. ده اللي هو الكيروسين البرودكشن بتاعه. بقول لك المود اوف اكسبوجر سيادتك بتتعرض لا اما مان اكسبوجنال او اكسبوجنال. مان اكسبوجنال ده اللي اكسيدنتال. بقول لك شهيره جدا شهيره جدا في الاطفال اقل من 5 سنين. بقول لك ده السبب السببيه. لا اما انت حاطط الجاز ده او الكيروسين في حاجات كولوربول لا قرار اتركت بتشايل او غلط وعملت زي ما كنت بتحط البطاس البطش في الازايز بتاعت اللبن ماشي. يبقى انت لا تحطه في حاجه. هو طبعا الكيروسين مش له زي اللبن. بقول لك شيء كده تحطه في الصودا بوتل يعني ازايز ازايز بتاعت البيبسي مثلا لها نفس اللون تعالى نحسبه بيبسي يشرب زي ما كنت بتحط البطاس في ازايز اللبن وادي يحسبه لبن ويشرب. ده اللي هي اقل من 5 سنين اتركت في كولر او غيرت الكونتينر بتاعه. نون اكسيدنتال ده او بروفيشنال من ضمن الحاجات اللي اتعرض فيها الكيروسين برضه سيوسايد. دكتور الاخته بتاعه واحد مش بتكون شحاته ممكن تفتحك بيه الكيروسين. اه تسيب بتاع دماغك كده وتطلع في نفسك او تشرب. الناس اللي بتخش ايكونوميك الناس اللي بتخش ايكونوميك احنا قلنا بي ان دي بي صح؟ قلنا بي ان دي بي صح؟ اللي بتشتهر بالبي بويزن وبي بيرن. لما تولع في نفسها بجاز لما تشرب دراج. وقلنا البيل بيحب الفاير ارم ويحب الكاف روج. الان زمان كده في ترم الاولاد. ده اللي هي البوت اكسبوجر بتاعي. خلاص يا جماعه ده كلمتين. ده البوت اكسبوجر. الباثو فيسيولوجي ركز معايا اهم حاجه بقى. اهم حاجه معانا الباثو فيسيولوجي بتاعي. الميكانيزم اوف توكسيستي. ام سي كيو التارجت اورجان بتاع اللنج. التارجت اورجان بتاع اللنج ركز قوي في الحته دي. يعني كاتب لك ان التارجت اورجان اللنج ايفن بعد الانجشن الله ولا شربت الكيروسين اللي جاي ناحيه اللنج اللي جاب القلعه جنب البحر. قول له يا برنس هو مالوش سيستميك افكت يعني هو له جي اي تي اريتيشن مانيفستيشن مفيش منه مشكله خالص. المشكله كلها في الكيروسين ان الفيسكوستي بتاعته قليله والسيرفس تنشن بتاعه قليل والفولاتيليتي بتاعته كبيره. كلمه فيسكوستي اللي هي اللزوجه. سيرفس تنشن هي معامله توتر السطح. توتر السطح كلمه توتر السطح سيمبلي كده معناها ان الباشا ده ادي اللنج بتاعته اهي ادي التراكيه انا قدام الاسوفجس انا بس شربت الجاز ده او الكيروسين ده ماشي. وبعدين وانا شربه حصل لي فومي او كحيت. بس بقول لك لو في نقطه طلعت من الاسوفجس وقفت على التراكين اهو نقطه فوق اهي ماشي. بقول لك هتلاقينا اهو الفيسكوستي بتاعته قليله السيرفس تنشن بتاعه قليل فتلاقي كريب. كلمه كريب شوف الجهاز كده ترميك تلاقيه بيتحرك يسحب كده لغايه لما يوصل التيرمينال الفيولار. ده هي المشكله بتاعت اللان ان البيشنت ما بيحصلوش توكسيستي او بالانجشن. ده الكاردينال مانيفستيشن تحصل في اللنج تعمل لي اريتيشن في اللنج كده يعمل لي اريتيشن او الاخطر منها حاجه اسمها كيميكال نيمونايتس او هيدروكربون نيمونايتس ماشي. يبقى البيشن الانجشن مفيش منه مشاكل. المشكله كلها لو البيشن فوميت او ديورنج الانجشن هيحصل له اسبيريشن يعمل لي كيميكال نيمونايتس ماشي الحال. بقول لك الانيل من كده وايه؟ ان الموضوع ملوش كورليشن بين الاماونت انجستد واللنج مانيفستيشن. ده على العكس. بقول لك احنا متعرفين بقى في توكسيكولوجي يعني كل ما تاخد اكتر كل ما تشيل قبح اكتر مانيفستيشن. كل ما تشيل اكتر كل ما يحصل لك قبح اكتر مانيفستيشن صح؟ كيروسين دي لا. بقول لك لو عيل صغير شرب ازازه كيروسين ماشي ممكن يعدي من غير مانيفستيشن. ولو واحد تاني شرب ربع ازازه ممكن يحصل له كيميكال نيمونايتس.
الفكره كلها في ايه؟ في الفوميت. في الفوميت لو المريض ده رجع لو كميه صغيره ايفن ممكن يموت، اما لو ما رجعش ما حصلش كوفين اعرف ان اللنج بتاعته هتعدي. ده معنى كلمه ان اللنج توكسيستي بتاعته هي التارجت اورجان بتاعي، ودي معناه ان هو بيحصل في الانيشال انجيشن او لو حصل لك بعد كده فوميتنج وحصل لك اسبيريشن، وده معناه ان مفيش ريليشن بتوين الاماونت انجستد واللنج مانيفيستيشن. كاتب لك انفاكت واقع الامر ممكن تشوف سيفير مانيفيستيشن في ليتل اماونت انجستد. قال لك كلمه في الاخر كده ان هو ملوش لوكال مانيفيستيشن قوي، يعني ما بيحصلوش سيستميك مانيفيستيشن. يعني مثلا عايز تغير شارب جاز خليه في المعده زي الفل. الغبيه بقى او الام الغبيه اللي هو تخليه ايه رجع، فكنا ما حكينا حكايه عيل صغير الجنرال وامه قلبته الواد مات، يعني هي مبسوطه بقى شارب جاز هي عايزه تطلع الجاز فراحت قلبان. انا بروح امك اصلا هو مش محتاج. هو مش محتاج ده الفولاتيليتي بتاعته والفيسكوستي بتاعته مش محتاجه، قلبتيه خلاص الواد مات قشطه يعني زي الفل. كنت سامع الكريبتيشن كده صدره بي كده من غير ايه كبسه ده اللي هي الباصو فيسيولوجي بتاعي. طيب المانيفستيشن، مانيفستيشن انا مش عايز صوت يا جماعه، مش عايز صوت هيكمل يعني هيكمل، مش عايز تسمع الفاضي عادي يعني غريبه جدا عادي بقى صغيرين يعني المانيفستيشن في ناس جاي دي كاردك مصر ده صغيره الريسبيراتوري مانيفيستيشن هقسمها لك مايلد مودريت سيفير. مايلد مودريت سيفير سي ان اس نفس الكلام مايلد مودريت سيفير. خلي بالك مش هيحصل لك لاج مانيفيستيشن غير لو سيادتك رجعت وحصل لك اسبيريشن، ومش هيحصل لك سي ان اس مانيفيستيشن غير لو حصل لك لانج دامج. خلصت؟ يعني انا مش هيحصل لي مشاكل في اللنج غير لو رجعت وحصل لي اسبيريشن، والسي ان اس مش افكت غير لو حصل لي انجري في اللنج. وصلت؟ عشان اللنج ده تحت اوكسجينيشن. وصلنا للريسبيريشن بقول لك مايلد كان المريض جاي كوف ديزنيا تاكبني. شكرا. كوف ديزنيا تاكبني ماشي. بعد كده المودريت هتلاقيه جرانتنج ريسبيريشن. كلمه جرانتنج يعني الواد دي ايه؟ بينت. ينت؟ نت. نفسه عامل كده زمان بعمل كده بالظبط. ده اسمه نكته بينت شورت بريف ريسبيريشن بينت. ده كاركترستيك جدا. وبعدين بريف ريسبيريشن شورت بريف هورس ريسبيريشن شورت بريف هورس ريسبيريشن ده بيسموه بينت جرانتنج. لو ياخد منكم اطفال او هينزل استقبال ده كاركترستيك جدا للنمونيا برونكو نمونيا. ماشي الحال؟ طب في السيفير مع النكته دي هتلاقي حاجه اسمها انتركوستال ريتراكشن. ايه الانتركوستال ريتراكشن ده؟ الانتركوستال ريتراكشن ده تيجي تفحص الولد المفروض سيادتك اللي قايم بمعظم الريسبيريشن ايه؟ ده فرام شكرا ده فرام 85% 80% من الريسبيريشن ده فرام. لو سيادتك في مشكله في الريسبيريشن لاي سبب من الاسباب اتدخل كتير عندك ازمه عندك كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز بقول لك الاكسسوري ماسل بتاعت الريسبيريشن كام ان ات اللي هي السب كوستال والانتر كوستال. سب كوستال ماسل والانتر كوستال ماسل. هتبص على المريض تلاقي ايه او العيل تلاقي ايه؟ تلاقي في كيرف كده العضلات اللي بينه الدروع داخله لجوه. داخله لجوه ليه؟ عشان حصل لها كونتراكشن. ده بيسموها انتر كوستال ريتراكشن. اعرف ان الواد ده الدنيا بايظه منه. الدنيا بايظه منه. لا هيزرق بعد شويه. يبقى جرانتنج ويز انتر كوستال ريتراكشن وساينوزيس. ده الريسبيراتوري مانيفستيشن. سي ان اس برضه مايل مودريت سيفير. مايل تلاقي الطفل بقى يبقى كونفيوجن بعد كده يبقى فيه دراوزنس او فلاسيديتي. فلاسيديتي ده دلوقتي يحصل له سينس ديبريشن. السيفير يخش فيه كوما. خلصت. ده اللي هي السي ان اس مانيفستيشن بتاعنا. الجاي تي الاسطمبه بتاعتنا جاي تي نوزيا وفوميتنج وابدومينال بين. ما تنساش بس ان الجاز له كاركترستيك سميل. ما تنساش ريحة جاز، ريحة كيروسين. يبقى تلاقي بق الواد كده ريحته ريحة كيروسين، وممكن هدومه كمان. هدومه كمان ريحة كيروسين. لما ضمن الحاجات اللي بتشخص لك الحالة. يو فوميت، بص في الفارنكس ده اريتنت،
هتلاقي فيها هايبريميا في الفارنكس او في الاوروفارنكس، وتلاقي له ايه سام سورت اوف كوروسيف افكت. كتب لك كلمه ليفر انفولفمنت، اهم حاجه للاسف ما كتبهاش في الكتاب اللي هي الكاردياك ماس، هي الكاردياك ماس ده اللي بيموت المريض فعلا، حتى مهمه جدا يغلط فيها ناس كتير. الباشا ده جاي لك هايبوتنسيف، اللنج عملت له مشاكل وسينس ديبريشن، فتلاقي اللنج ما اشتغلتش، خش في كارد بالمونري ديبريشن حصل له هايبوتنشن، فتلاقي الدكتور البرنس اللي دخل هايبوتنشن راح مديله ادرينالين او نور ادرينالين، الواد يموت وش كده. اي حاجه خيرها ايل ما استخدمهاش في الكابوسين، ايل يعني اتروبين ادرينالين نور ادرينالين بنفرين نور بنفرين ايل ده ما تستخدمش. ليه؟ بيقول لك ان الكيروسين بيعمل سنسيتايزيشن للكاردياك ماسل للسيركوليتد كاتيكولامين، البنزين والكيروسين سنسيتايزيشن للكاردياك ماسل للسيركوليتد كاتيكولامين. المريض يكون عنده هايبوتنشن وشويه تاكيكارديا تاكيبنيا، يديله ادرينالين او اتروبين يخش في في تاك او في اف. سلامه يا معلم، سلامة. اتكلمنا على اللي فوق في تاك وفي اف، فنتريكولار تاكيكارديا وفنتريكولار فايبريليشن اريست. يعني ليتل ابزوربشن، هو اللي عمل احنا قلنا ليتل ابزوربشن، ليتل مش بالاماونت المتوقعه. حلو قوي السؤال ده. كيروسين هيحصل له سيستميك بس بكميه صغيره خالص، مش الكميه اللي تخلي سيادتك تخلي المريض يرجع. يعني انت مثلا في اي بويزن تاني مثلا واخد سلسليت، واخد مش عارف ايه، واخد اتروبين، واخد مورفين، واخد اوبيوم، قال ايه يا عم اندكشن اوف فوميتنج وجاستريك لافاج وظبط امورك. لا، التوكسيستي بتاع السيستميك بتاع الكيروسين قليله قوي، ماشي؟ طبعا قليل بيزيد مع الكميه، صح ولا غلطان؟ يعني انت خدت جيركن بقى جاز، هو ده قاعد يبلبع، ماشي؟ اعرف السنسيتايزيشن بتاع الكاردياك ماسل هيجي. وزي ما قلنا ما تضرش المريض لو مش عارف تفيد. هيموت؟ هيموت طبعا، هيموت. هيموت بدري سنترال سينس ديبريشن، سنترال سينس ديبريشن، وليت لو حصل له برونكو نمونيا او بالمونري ده في اول كام ساعه كده، وبعد كده ممكن في فيو دايز يموت من برونكو نمونيا او بالمونري ايتمي. ايه الانفستيجيشن؟ يا بص صفحه دي. انا مش عاجبني الموضوع، والله ما عاجبني غير الحد ده. لا الاربعه 7:30 وانا راجع فيها الارم راجع بقى عندي خطيب وراجع بلاش صواب الاساس، المراجعه يبقى يوم 3 بس 3 انا في القاهره، ما انا غير الثلاثه عشان بلاش الثلاثه الحد دكتور بيقول الحد اهو. لا مراجعه عشان اجل الامتحان، عايزين نجل نحط على بكره. ليه؟ عشان مش عارف ازاي والله.